بسم الله الرحمن الرحيم. وفرنسي السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 147. كما نلاحظ نكونتينيو افيك لا باج 147 en haut de la page on a chaperon rouge. سنكمل مع شابيرون روج. طبعا شابيرون كما شرحنا انه يعني المرافق، يعني الابنة الصغيرة، ممكن أن يعني أيضا طريقة تصفيف الشعر، أو كما عندنا هنا أنه يعني اللباس أو الرداء. طبعا نتكلم عن هذا اللباس بهذا الشكل الذي يكون بغطاء الرأس، نتكلم عن اللباس بغطاء الرأس كما عندنا هنا يسمى شابيرون، يسمى شابيرون. طبعا هذه البنت من كثرة ما تلبس هذا اللباس، ومادام أن لون هذا اللباس هو أحمر أصبحت تسمى شابيرون روج، أصبحت تلقب اسم هذا اللباس الذي ترتديه، اسم اللباس الذي ترتديه. إذا عندنا هنا جولي أنا أقرأ، جولي أنا أقرأ، شابيرون روج جو دون لا فوغي. إذا عندنا شابيرون روج تلعب في الغابة. بعدما أرسلت أمها لترى جدتها، طبعا في الطريق أخذت شابيرون روج تلعب في الغابة. دون لا فوغي La petite fille a d'abord écouté le rossignol. Dans la forêt, Falgaba, la petite fille a d'abord écouté le rossignol. Dans la forêt, Falgaba, la petite fille a d'abord écouté le rossignol. Et dans le bint, Falgaba, il y a قبل كل شيء استمعت للعندليب. طبعا عندنا هنا la petite fille a écouté. A écouté. يعني أن استمعت. A d'abord. يعني أنها قبل كل شيء إيكوتي، أن استمعت لغو السينيور، استمعت للعندليب. إذا في الطريق أن بدأت بأول شيء وهو أنها أخذت تستمع للعندليب، أن استمعت للعندليب. دون لا فوغي لا بيتيت في أدابور إيكوتي لغو السينيور. دون لا فوغي لا بيتيت في أدابور إيكوتي لغو السينيور. أنسويت إلى سالوي un bûcheron qui conduisait un camion. Ensuite, elle a salué un bûcheron qui conduisait un camion. Ensuite, بعدها, elle a salué. طبعا عندنا le verbe saluer وللحصول على le passé composé الخاص بفعل saluer. طبعا أسبقناه بالأوكسيليير avoir. كما نلاحظ نقول j'ai salué. إذا le verbe avoir في البريزون نقول J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et dans notre tariqa huna, ça n'a qu'un J'ai, tu as, il a, ou elle a. Tout le monde dit le participe passé le chasse du fiel, saluer. N'hdif ER, maintenant saluer, fal asl, anna yantéhi ER, yantéhi ER. N'hdif ER, tout le monde a bah makanao au accent aigu. كما عندنا هنا، إذن فتصبح عندنا سالوي. إذن هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل سالوي، ثم نسبقه بلوكسيليغ أفواغ كما عندنا هنا. إذن أقول جي تويا إل أ إل أ. إذن جي سالوي أنا سلمت أو حييت، تويا سالوي أنت سلمت أو حييت، إل أ سالوي هو سلم أو حيا شخصا مثلا، أو كما عندنا هنا إل أ سالوي هي حيت أن بيشون. أن بيشون طبعا لو بيشون مقصود به الحطاب، الشخص الذي يعمل في الحطب يسمى بيشون. كي كونديزي أن كاميون الذي كان يقود شاحنة. كي كونديزي عندنا لو فيرب كوندوير، أن لو فيرب كوندوير عندنا فعل قادة مصرفي لامبارفي. دون لا فوري La petite fille a d'abord écouté le rossignol, ensuite elle a salué un bûcheron qui conduisait un camion. Ensuite, elle a salué un bûcheron qui conduisait un camion. Qui conduisait un camion. Après, elle a joué avec des papillons. Après, elle a joué avec les papillons.
مع الفراشات. أنف وفي النهاية شابيرون روج سو رابيل. شابيرون روج سو رابيل. سو رابيل. إذا شابيرون روج تتذكر. ما عندناش هنا شابيرون روج رابيل، يعني أن شابيرون روج تذكر أشخاصا آخرين بشيء. لا، عندنا هنا شابيرون روج هي التي تذكرت، كما نقول أنا ذكرت نفسها. إذا طبع الفعل سنسبقه بهذا السو. إذا شابيرون روج سو رابيل. إذا شابيرون روج تتذكر سا غران مير مالاد، تتذكر جدتها المريضة. فيني لا ريكرياسيون، فيني لا ريكرياسيون، نهاية الاستراحة. كما نقول هنا فلتنتهي الاستراحة، فلتنتهي الاستراحة، يعني بركة من استراحة كما نقول، بركة من الاستراحة. إذا عليها أن تكمل المسير. ثم تقول شابيرون روج جو كور شي ما غران مير، أنا أجري عند جدتي. المقصود أنا سأجري عند جدتي، أنا سأذهب جريا عند جدتي. جو كور، طبعا عندنا لو فيرب كورير، قلنا لو فيرب كورير عندنا فعل جرى. جو كور شي ما غران مير، أنا أجري عند جدتي. أسويفا للاستكمال، أسويفا للاستكمال، أو كما نقول تابع، تابع، يعني أننا سنستكمل القصة فيما بعد. إذا كما قلنا هنا شابيرون روج، شابيرون روج جو دون لا فوري، جو دون لا فوري، دون لا فوري. لا بوتيت في أ دابور إيكوتي لو روسينيول. أنسويت إل أ سالوي أن بيشرون كي كومبوزي أن كاميون. أنسويت، أنسويت إل أ سالوي أن بيشرون qui conduisait un camion. Après, elle a joué avec les papillons. Elle a joué avec les papillons. Enfin, Chaperon Rouge se rappelle sa grand-mère. Enfin, Chaperon Rouge se rappelle sa grand-mère malade. Chaperon Rouge se rappelle sa grand-mère malade. Fini la récréation. Je cours chez ma grand-mère. Je cours chez ma grand-mère. Tout le monde, je retiens un stand-up. أنا أستبقي إلى غير ذلك. عندنا لو فيرب روتونير، أنا لو فيرب روتونير. جو روتيان. نو برونو لا بخوميييغ إيماج. كيسكو سي؟ نو برونو لا بخوميييغ إيماج. نأخذ الصورة الأولى. كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ سيتان كاميون. سيتان كاميون. سيتان كاميون. سيتان كاميون. أبخي أون لا ريكرياسيون. La récréation. La récréation. Les élèves quittent la classe. C'est la récréation. Et de l'atfal yatrukuna al-qism. C'est la récréation. Inna l'istiraha. Comme ra'ayna qabla qalil. Regardez bien. On est venu de voir que Chaperon Rouge a salué un bichon qui conduisait un camion. Le bichon conduisait un camion. Après, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, fini la récréation. Fini la récréation. Regardez bien la récréation. Ici, on a la récréation. On a indana al-stiraha. Après, on a la troisième image qui représente une fille. Regardez bien, c'est une fille. Idan etkelem an ibna. C'est une fille. Idan khud al-kitabatin kama rahid. Indana al-kitab al-mutaqattayat. Ma indana al-kitaba bil-yad kama indana ona. La récréation. ثم عندنا une fille. Regardez bien ici. طريقة الكتابة باليد. Une fille. Et enfin, comme d'habitude, on a compétence. وفي النهاية كالعادة عندنا compétence. À la fin de cette semaine, في نهاية الأسبوع, tu seras capable. Tu seras capable. أنت ستكون قادر. De raconter. De raconter. أن تحكي. De raconter. أن تحكي. إذا نتكلم على الفعل raconter. Tu seras capable de raconter. أنت ستكون قادر على أن تحكي. تحكي قصة مثلا. Après, tu seras capable de lire les sons. Yon, sion, yé. ثم yon, les mots et les phrases, les contenants. Les mots et les phrases, les contenants. ثم ستكون قادر على أن تقرأ كلمات et les phrases. والجمل, les contenants. المقصود هنا, المتضمنات. لهم المتضمنات لها أو لهم كما عندنا هنا
كما أنك ستكون قادر على أن تقرأ هذه الأصوات، فكذلك ستكون قادر على أن تقرأ الكلمات والجمل المتضمنة لها، المتضمنة لهذه الأصوات، المتضمنة لهذه الأصوات. ليمو إليف خاز ليكونتونو، المقصود هنا ليمو إليف خاز كيكونتيان ليمو يون سيون يون إي ثم يون ثم ديكخير كوريكتومون لي سون إتيدي. Décrire correctement les sons étudiés. Décrire correctement les sons étudiés. Tout le monde sait qu'on a des sahih. Les sons étudiés à l'aswat madrosa. Et enfin, tu seras capable de faire attention aux dangers domestiques. Tu seras capable de faire attention aux dangers domestiques. Aux dangers domestiques. إذن ستكون قادر على أن تعمل انتباه أو دونجي للأخطار دوميستيك المنزلية. إذن في نهاية الأسبوع أنت ستكون قادر على أن تقوم بالانتباه أو دونجي دوميستيك للمخاطر المنزلية. المقصود بأنك ستكون قادر على أن تنتبه للمخاطر المنزلية. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.